السلام عليكم الناس الخير، خوتي خوتاتي، أنتم على قناة جايلة شانال الحياة بفرنسا. تحية للناس الخير فين ما كنتو كتشاهدونا أو فين ما كنتو كتابعونا. لا فيديو ديال اليوم بتاريخ 20 مارس 2022. هذا الفيديو غادي يكون فيه عبارة، يعني غادي نجاوب على بعض من الأسئلة، ولكن بخصوص الجواب على السؤال الأول غادي يكون متعلق بخبر اللي غادي نقول لكم، اللي يكون خبر مبشر بالخير. غادي نبدأ معكم أشنو هي الأسئلة اللي غادي نجاوب عليها هكذا باش تعرفوا اشنو غادي تتابعوا معنا. شكرا كاع الناس اللي كيبارطاجيو وكيساعدونا بلايك وكيدعمونا، وشكرا كذلك لكاع خوتي وخواتاتي اللي كيبغيو انهم يشجعوا المحتوى النقي. نبدا معكم باش ما نطولش عليكم. غادي نشوفوا بالنسبة متى يفتح الخط البحري للجالية المغربية من أجل السفر إلى المغرب. غادي نشوفوا كذلك متى سوف يلغى بالنسبة للأشخاص اللي هما غير ملقحين ولكن باغيين يدخلوا إلى المغرب ولو غير بتحليل بي سي آر، يعني متى تتغير الشروط للجالية المغربية من أجل الدخول إلى المغرب. كذلك بالنسبة للأخوات اللي طلبتوا مني يعطينا نصائح ولو بسيطة من أجل باش نبداو العمل من المنزل. هذا موضوع مهم، وشوفوا معنا خوتي التفاصيل، غادي نقول لكم الحوايج اللي هما بسيطين جدا. كذلك غادي نجاوب على هل يمكنني العمل ساعات قليلة بالنسبة للخواتات ولا الخوت اللي باغين انهم يخدموا فقط عمل سوايع قليلة، ولكن غادي نعطيكم نصيحة باش ما تطيحوش في واحد لو بياج. كذلك عندي مشكل في اللغة الفرنسية، غادي نجاوب على هذا السؤال، وكذلك غادي نعطيكم واحد النصيحة بخصوص بول امبلوا بالنسبة للناس اللي عندكم الكونترا سي دي دي، يعني الكونترا اللي كيجددوها لكم. فيديو مفيد كما العادة، تابعوا معنا من الأول إلى الآخر. بالنسبة للسؤال اللي كيجيني واللي هو على أنه متى يفتح المغرب بالنسبة، يعني الخطوط البحرية الحدود ديالو مع إسبانيا، هذا الخبر هذا بالنسبة أنه يخص جميع الجالية المغربية ماشي فقط الناس اللي ساكنين هنايا بفرنسا. بطبيعة الحال أرجعت العلاقات السياسية الدولية ما بين إسبانيا وما بين المغرب، وهذا مبشر جدا، لأنه في حالة ما بقاش النزاع يعني الأمور غادي تمشي كما هي. فقط نخليكم مع واحد الجزء ديال دقيقة من الخبر واللي هو خبر يعني أوفيسيال هكذا، ونرجع معكم. إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مؤكدا أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. كما أشار إلى الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف. وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك محمد السادس أن البلدين تجمعهما بشكل وثيق أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والصداقة المشتركة. وأعرب سانشيز عن يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا، وأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح. شفتوا على انه بالنسبه لرئيس الحكومه الفرنسيه انه دار الخطوه الاولى، انه قدم يعني واحد البلاغ ولا انه رساله للملك المغرب، واللي كيوجه له فيها رساله واللي كيقول له حنايا دولتين جارتين، وانه كل وحده فينا ما تقدرش تستغنى على الاخرى، وكل وحده فينا محتاجه للاخرى باش انه يكون هنالك ازدهار. كذلك قال واحد الكلمه، قال على انه باغي انه تكون علاقه جديده مع المغرب اللي هي تكون مبنيه على الشفافيه، يعني هكذا باش يمسحوا جميع الخلافات اللي كانت من قبل. والحاجة الرئيسية والحاجة الأهم واللي فرحت الحكومة المغربية أكثر، وهو أنها إسبانيا اعترفت بالحكم الذاتي للصحراء المغربية، واللي هو قرار اتخذه المغرب، يعني على أنه الصحراء تكون مغربية ولكن المغرب اعطاها الحكم الذاتي ديالها ولكن كتكون تابعة للمغرب. هذا القرار إيدته كذلك الولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال هذا القرار كان فيه تأخر بالنسبة للحكومة الفرنسية، بالنسبة للحكومة الإسبانية، باش انه تكون حتى هي بحال نقولوا تعترف به، ولكن جاء في الوقت ديالو. وبما انه الحكومه الاسبانيه هي اللي قامت بالخطوه، كذلك بغيت نقول لكم خبر على انه رئيس الحكومه الاسبانيه ربما غادي يمشي للمغرب في اخر شهر مارس. هذا خبر مبشر واللي كيكون اول خطوه اللي كتبين على انه بما انه النزاعات اختفت، يعني غادي تولي العلاقات السياسيه الدوليه، وغادي تولي اسبانيا جاره ديال المغرب جغرافيا وسياسيا
كما كانت من قبل بالنسبة للعلاقات بيناتهم، وهذا إن شاء الله ربما غادي يفتحوا لنا الحدود البحرية. بغيتكم في هذا الفيديو هذا خليوا لي التعليقات ديالكم على جوج الأشياء، قولوا لي واش نتوما كدوزوا على سات، يعني دائما كتمشيو من سات يعني المدينة اللي غادي تنزلوا فيها واش الناظور ولا طنجة، وقولوا لي واش نتوما كتمشيو على ألميريا ولا موتريل، وفين كتنزلوا يعني واش كتنزلوا في مليلية ولا كتمشيو ديريكتومون للناظور ولا المهم الناس الجالية المغربية اللي كتشوف هذا الفيديو. ثاني حاجة اللي بغيتكم انه تشاركوها معايا في التعاليق، قولوا لي بشحال كينقام عليكم يعني السفر داك الشهر كامل في المغرب، كل واحد نتمنى انه يقول لنا شحال ينقام، وهكذا الاسر يستافدوا من بعضياتهم من خلال باش يشوفوا، قولوا لنا واش كينقام لكم ما بين الباطو وما بين هذاك يعني السفر اللي جالسينه في المغرب، هذيك المده ديال لو سيجور اللي راكم مثلا هذاك الشهر مقدينه مع العائله ديالكم في البلاد، شحال كيخرج لكم يعني هاد العطله هذه، واش 5 د المليون واش 6 د المليون واش 7 د المليون، يعني كل واحد يقول لنا بالنسبه للتعاليق هذا الامر يهمني، وكذلك كيهم حتى الناس الخير اللي معنا في القناه واللي كيبغيو حتى هما يعرفوا. نمشي معكم بالنسبة للخبر الثاني، متى سوف يلغي المغرب هاد الشروط ديالو بالنسبة إجبارية التلقيح من أجل الدخول إلى المغرب؟ اللي بغيت نقول لكم وإذا عقلتوا على أنه هادي من أسبوع كنت نزلت لكم وقلت لكم على أنه أحد أعضاء اللجنة العلمية ديال المغرب واللي خرج بواحد التصريح واللي قال على أنه حاليا المغرب يعني كيتسمى على أنه إن زون فيغت يعني منطقة خضراء، حاليا عدد انتشار يعني الحالة ديال الوباء تقريبا راه يعني مسألة مزيانة وأنه ضابطينها، قال على أنه بالنسبة لهذه التجديدات خاصها ترفع، أنه الناس اللي باغيين يدخلوا المغرب يقدروا يديروا فقط بي سي آر، كذلك على أنه مع اقتراب شهر رمضان كان قال على أنه خاص حتى كذلك يعني الأماكن ديال الوضوء أنها تفتح يعني يكون الأمر عادي. اللي بغيت نقول لكم على أنه بالنسبة لشهر مارس مازال ما كملش، مع العلم أنه خاص في هذه الآونة هذه اللي خاص الحكومة المغربية أنها تعطي لنا يعني رفع هاد الشروط هذه، يعني تعطي لنا التغيير نتاع الشروط ديالها، طبيعة الحال نتمنوا أنها ترفع هاد الشروط هذه، هاد الشيء خاصو غادي يكون قبل ما يكمل شهر مارس باش الجالية المغربية تعرف أشنو هي الشروط اللي راها متخذها المغرب. هذا بالنسبة يعني للسؤال الثاني، يعني غادي نستناو هاد الفترة هذه قبل ما يكمل شهر مارس باش نعرفوا بالنسبة للحكومة المغربية أشنو غادي تقول لنا، ولكن إن شاء الله غادي يكون خير كما خوتنا الجزائريين الجالية الجزائرية اللي كذلك الناس اللي ما ملقحاش طلبوا لهم فقط البي سي ار. دابا غادي نمشيو بالنسبه للعمل من المنزل، بالنسبه للاخوات اللي ما عمرو ما خدموا انهم باغيين يديروا شي حاجه، هاد الاسئله هذه جاءت نظرا للفيديو اللي درت لكم من قبل وهضرت لكم على يعني بالنسبه اهميه الخدمه هنايا في اوروبا. اختي خواتاتي اي حاجه تشترى وتباع تقدري انك تخدمي فيها، هاد الكاس هذا شتي هاد الكاس هذا تشريه تعاودي تبيعيه، يعني اي حاجه اي برودوي اي حاجه يعني تشريها تعاودي فيها البيع، يعني هادي كيتسمى انك قمتي بواحد الحاجه. كاين الناس اللي انها ما عندهاش مع التجاره في هاد لي برودوي بحال هذا، ولكن تصنع طلبيات من بيتها. نعطيك مثال، كاين الناس اللي كدير الخبز، كاين الناس اللي كدير المسمن، كاين الناس اللي كدير يعني كدير الكاطو، يعني غادي تشوفي انت اول نفسك فاش انت حاجه اللي كنقولوا قادره عليها، واش انت قادره انك تشري بعض الاشياء وانك تعاودي فيها البيع، ولا انك انت قادره انك فقط من مطبخك تصنعي بعض الطلبيات وديري التسويق. الماركتينغ ولا التسويق هي واحد الحاجه بطبيعه الحال اللي كتطلب على انه تخطيط، ولكن حنا غادي نهضروا بطريقه مبسطه وعاديه، يعني تاع امهات البيوت اللي بغى يبدا، اللي بغى يبدا اولا كيكون التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كل وحده فيكم عندها انستغرام، وكل وحده فيكم عندها الفيسبوك، وكل وحده فيكم يعني حاليا كل شيء متوفر الهواتف. غادي نمشي معكم بالنسبه للفيسبوك واللي هي بسيطه جدا، كيف كتشوفوا هنا في الفيسبوك في هذيك لابتيت ميزونيت اللي راني دايره عليها دائره بالاحمر، فاش كتكليكيو عليها كيتمشيو على انه بالنسبه اشنو هو البرودوي اللي راكو باغيين انكو تبيعوه، واش بغيتو تبيعو ان ارتيكل، واش بغيتو تبيعو يعني سياره، واش بغيتو تبيعو منزل. هذاك لابتيت ميزونيت اللي كاينه في فيسبوك هذيك هي الخطوه الاولى ديالك اختي، اذا بغيتي مثلا عندك فولار، عندك كسيوه، عندك شي حاجه، عندك حاجه بغيتي تبيعيها كتصوريها وكتنزليها وكديري لها واحد الثمن. نمشي بالنسبه للاخوات مثلا اللي كيكونوا منحازين اكثر انهم يقدموا طلبيات، فاش كتصنعي شي حليوه في الدار، تصنعي شي حليوه في الدار ولا شي كيكه ولا شي حاجه،
ديري لها صور اللي هي تكون مزيانة بطبيعة الحال، وأنك تنزليها وتكتبي على أنه إذا كنت باغين شي طلبية تكون سيغ كوموند، وتقولوا أنك تقدروا تكونتاكتوني في الميسنجر ديالي. هادو كيكونوا خطوات بطبيعة الحال يلزم الصبر، يعني ماشي غادي تنزلي غادي ينزلوا عليك الكليان. أي حاجة كنديروها خاص نصنعوا الوساط اللي غادي نديروها. بغيت ندير يوتيوب، يعني خاصني انني نصبر باش ندير بلاصتي في الوسط نتاع يوتيوب. بغيت ندير الكوميرس، خاصني نصبر باش انني ندير بلاصتي في الكوميرس. بغيت انني ندير مهم اي حاجة، اي مشروع، اي حاجة خاصني نديرها، خاصني الصبر باش ندير المكان ديالي ولا البلاصة ديالي. ولكن كي كنكون باغي هذيك الحاجة وحاباها ويعني وانا من موراها، راه غير الواحد كينجح فيها. صايي راكو كتشوفوا الاخوات ما شاء الله اللي كيديروا الطلبيات، راه حتى هما بداو هكذا، بداو انهم مثلا يحطوا في لي ريزو سوسيو، بداو انهم فاش كتمشيو توصلوا وليداتكم للمدرسه، الامهات اللي تما نيزيتي با، يعني لا تترددوا، روحي عند هذوك الامهات اللي تما قول لهم انايا كنخدم الطلبيات في الدار، قيدي عندك الهاتف اذا شي وحده احتاجت ولا اذا انت احتاجيتي. هكذا انت ديري التسويق لنفسك، يعني انت ديري التسويق لهذيك الحاجه اللي راكي باغيه باش انك تبيعيها. هذا بالنسبه يعني الجواب اللي قلتي لي اختي. اعطيني افكار بسيطه، افكار بسيطه، شوفي انت اشنو قادره ديري واشنو قادره تبيعي، وبدي انك بهذه الخطوات اللي هي بسيطه جدا. نمشي بالنسبة أنه واش نقدر نخدم ساعات عمل قليلة. أي واحد يقدر يخدم ساعات عمل قليلة، ولكن هنا غادي تشوفوا بالنسبة لواحد لو بياج باش ما تطيحوش فيه. كتكون عندنا واحد الفترة من العمر مثلا كتكونوا مقابلين الوليدات ديالكم ولا كتبغوا تخدموا فقط شي سويعات، من بعد وليداتكم كيكبروا ومن بعد يعني تنتقلوا لواحد المرحلة تقولوا علاش لا إذا لقيت واحد الكونترا فيها سوايع أكثر وديما علاش لا أنني نخدم. اللي بغيت نقول لكم فاش يكون عندكم ساعات قليله من العمل وكيكونوا وليداتكم عاد صغار وما عارفينش ربما تبدلوا الراي ديالكم مستقبلا، اللي بغيت نقول لكم اذا قالوا لكم سنيو كونطرا سي دي اي مثلا على 4 سوايع ولا 3 سوايع ما تسنيوهاش. نفضل انا كنقول لكم الراي ديالي، انا نفضل انه هذيك 3 سوايع ولا 4 سوايع تخدمي هذيك 3 شهور ولا 4 شهور، ومن بعد تقلبي وتلاقاي كونطرا اخرى فيها 3 شهور ولا 4 شهور 4 سوايع، على انك تسني كونطرا سي دي دي يعني كونطرا دوري انديتيرميني وتبقاي حاصله فيها. نهار اللي تلاقاي على انه كاينه كونطرا اخرى بساعات اكثر وثمن اكثر، غادي ما تلاقايش راسك كيفاش هادي ديري باش تخرجي من عن هذاك المشغل. بطبيعة الحال كاين طرق باش تقدري انك تخرجي من عند هذاك المشغل، ولكن انا كنعطيكم يعني الطريقه اللي هي كتكوني تحسي براسك باللي راكي ليبر، يعني صايي ما نكملش هذا الكونترا، عندي كونترا اخرى نقدر انني نديرها. هذه بالنسبه للجواب على ساعات عمل قليله. دابا غادي نمشي بالنسبه للمشكل ديال اللغه الفرنسيه، واللي كتبتوا لي العديد من الاخوات عندكم مشكل في اللغه الفرنسيه. خواتاتي اي لغه لاي بلد تكتسب، تكتسب يعني ما غاديش حنا نجيو من واحد البلاد لواحد البلاد بطبيعه الحال واللي غادي صافي غير نزلوا صافي حنا نعرفوا نهضروا ديك الهضره. نظن ان كلنا انطلقنا من هذيك نتاع انه كنتعلموا شويه بشويه. شكون هو اللي كيخليك انه كتعلمي شويه اكثر يعني بواحد السرعه يمكن زايده، ولا انك يعني كيف كنقولوا حنا بالدارجه لسان كينطلق اكثر، وهو يعني انك تندمجي. تندمجي ماشي يعني انك تتقنين اللغه، لا، تندمجي يعني انك تحاولين تكلمي لغه البلد اللي راكي عايشه فيه رغم يكون عندك اغلاط، رغم انه الجمله ما تكون صحيحه، رغم. ولكن اذا مثلا فاست اسبوع واسبوعين وثلاثه اسابيع والواحد مثلا كان يهضر غير اللغه ديالو الاصليه اللي جابها من البلد ديالو، واللغه نتاع يعني البلد اللي مقيم فيه يهضر فيها يهضر بها يعني قليل جدا، بطبيعه الحال ما غاديش الواحد يكتسب. الشهور تمر والسنين تمر وكيتلقى الواحد على انه ان فوكابولير يعني غير واحد الكلمه جديده ما زادهاش لراسو. الاندماج هي الحالة الأولى اللي تقدروا أنكم تكتسبوا بها، يعني تهضروا مع الناس. حاجة أخرى أنه كنت قلتها في فيديوهات سابقة بالنسبة للغة الفرنسية، أنا فاش دخلت هنايا لفرنسا نقولكم الصراحة كنت كنسمع الرسوم المتحركة باللغة الفرنسية، وكذلك خاص حتى الأخبار اللي كتشوفوها. واخا أنكم كتاخذوا الأخبار مثلا من عندي باللغة العربية، ولكن غير خليوا اللغة الفرنسية في الأخبار غير سمعوها، حيت الأذن كتسمع ولو سيرفو كيسجل.
ومن ذلك غادي تبقى ديك اللغة غادي ما تبقاش تجيك أنها غريبة فاش تسمعها ولا تجيك صعيبة. سبحان الله، يعني كيجي داك الشيء بشوية بشوية. كذلك أنه إذا عندكم وليداتكم في المدرسة بطبيعة الحال عندهم الكتب ديالهم ولا عندهم الدروس ديالهم، حاولوا أنهم تحلوا معاهم دوك الكتب، حاولوا أنه تشوفوا داك المقرر، حاولوا أنكم حتى أنتم تساعدوهم هكذا شوية بشوية. اللغة ولغة أي بلد اللي بغيت نقول لك أختي تكتسب، خاص الواحد هو يعني أنه يكتسبها باش يقدر انه يهضر بها. دابا غادي نمشي معاكم بالنسبه للنصيحه اللي بغيت نعطي لكم الاخيره، هي بولون بلوا. بالنسبه لبولون بلوا، بالنسبه حاليا وكيف شفتوا على انه الرئيس ايمانويل ماكرون قال اذا كان هو في يعني الرئاسه الثانيه ديالو هنا في فرنسا، بولون بلوا بغى يبدلها الاسم، بغى يسميها فرانس ترافاي. اللي بغيت نقول لكم ماشي على هذا، اللي بغيت نقول لكم هو انه بالنسبه للناس اللي خدامين سي دي دي، يعني كونترا اللي هي عندها واحد التوقيت ومن بعد عاوده كاين كونترا اخر عندها واحد التوقيت، بالنسبه للناس اللي كيكون عندكم السي دي دي وكيكون في الاخر فاش تكمل لكم الكونترا شفتوا كتمشيو ديو هذيك لاتيستاسيون ديال لومبلويور البول امبلوا باش يعطيو لكم الشوماج ديالكم. اللي بغيت نقول لكم واحد الطريقه باش هكذا فاش تمشيو تاخذوا الشوماج ديالكم تاخذوه يعني على الاقل كامل، ما ينقصوا لكمش بهذوك اللي كيتسمى اون سيمين ديال لي جور دو كارونس، وكيحيدوا لكم ديك 100 اورو حتى ل 200 اورو. فاش يكون عندكم كل شهر الدخل ديالكم ديال البولتان تاع فيش دو باي ديالكم روحوا لبولون بولوا. اذا كان عندكم بولون بولوا قريب لكم سيروا له. اذا كان عندكم لامبريمونت في الدار وعندكم سكانير وكتعرفوا انهم كيفاش تسكانيو وكيفاش انه تصيفطوا غير من الكونت ديالكم ديال بولون بولوا تقدروا ديروا هذه العمليه. يعني كتجيك لافيش دو باي نتاعك غادي تسكانيها في بولون بولوا غادي ترسلها ليهم. فاش ترسلها ليهم كيكونوا هما دابا عندهم الشهر الاول ديالك، عندهم عاوده فاش تجيكم الشهر الثاني الثالث، المهم على مدار يعني على مدار الكونترا ديالك. فاش انه يكون عندهم يعني لي فيش دو باي ديالك كامل كيكونوا اصلا دايرين لك هذاك لي كالكول، ماشي بحال من انه ما كترسلو لهمش يعني الفيش دو باي ديال كل شهر. وانا هاد المعلومه عاد يلاه عرفتها، يعني ماشي بحال من تكونوا ما ترسلو لهمش لي فيش دو باي ديال كل شهر حتى الاخر ديال الكونترا. وشفتوا فاش كتديو ليهم الدوسي كيقولوا لكم استناو واحد 15 يوم حتى ندرسوا الدوسي ديالكم حتى نشوفوا. من بعد كتلاقاو، نعطيكم مثال، كتلاقاو على انه في الخدمه ديالكم مثلا كنتو كتخلصوا 1200 اورو وكتلقاو على انه الشهر الاول اللي غادي يعطيو لكم فيه الشوماج عطاو لكم غير 700 اورو. كتقولوا واشنو هذا الفرق الكبير؟ من بعد فاش كتسولوا كيقولوا لكم هكذا راه الدوسي نتاع هذوك لي جور نتاع دو كارونس. المهم ولكن بهذه الطريقه هذه وعلى حسب ما فهمت من بولون بلوا على انه اذا كان الشخص يقوم بهذه الطريقه هذه ما كيحيدولكش بزاف بالنسبه للشوماج بالنسبه للشهر الاول ديال الشوماج ديالكم. الناس اللي في الشوماج والناس اللي عندهم كونترا سي دي دي نظن انكم فهمتوني اشنو كنقصد لكم. درت لكم 14 دقيقه في هذا الفيديو هذا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا ونتمنى انه الجاليه المغربيه تكون فرحت بهذا الخبر اللي هو مبشر اللي كيقول على انه ان شاء الله غادي يفتح لنا الحدود. نتمنى انني نشوفكم في فيديو قادم مع معلومات اخرى او مواضيع او اخبار. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، الناس الخير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.